والله مساء الخير، وش اخبارك؟ مساك مرتاحين. تذكرون يوم اسوي التجربه اللي اشيل الكهرباء الزايد من الاجهزه؟ طبعا اليوم انا بسوي التجربه قدامكم، والطريقه قدامكم يعني، لانه جاني سؤال فقلت عشان الكل يستفيد. طبعا انا عندي الحين التوصيله هذه شابكه بالفيش، فطبعا الفيش ما منه الكهرباء الزايد. فشلون تدري انه في كهرباء زايد بالاجهزه هذا عندك، او انه انت التحسس وزي كذا تدري انه في كهرب زايد؟ فقدامك ما تسوي الاختبار هذا الحين، هذا المفك، شو شلون الكهرب، شو تولع الحين اللمبه حقت المفك، فمعناته انه في كهرب. حلو. فالطريقه انك لحظه شوي، الحين هذه التوصيله، شوف الحين الايرث في كهرب، فالتوصيله فيها حار وفيها بارد. جميع التوصيلات او جميع الافياش في حر بارد. فاقول لكم جميع الافياش او التوصيلات في كهرب حار وفي كهرب بارد، عاد سواء يصير يمين او يسار عن ما ادري انا. فطريقه، وهذا الايرث، فهنا نفرغ الكهرباء الزايده. فاذا صار عندك انت ما في تفريغ فبيرجع للجهاز نفسه دايركت. طبعا الحين شوف، هذا الحين الايرث، انا ما ادري وين الكهرباء البارد وين الحار، فانا بجرب هنا الحين. حلو، علشان اشوف هل هذا حار ولا بارد. هذا الحين بارد، شوف ما في كهرباء، مزبوط. فخلاص هذا البارد وهذا الحار، شوف الحار تولع اللمبه انه فيه كهرباء هنا. فالطريقه شلون توصل سلك، جيب اي سلك، حلو، توصله من الايرث، حلو، من الايرث تحطه بالبارد، ما تحطه بالحار، تحطه بالبارد كذا. فتجيب فيش الجهاز اللي انت بتفرغ منه، لحظة، السلك ذا عريض شوي، يا انا يا انت، المهم أعطونا شوي من وقتكم، شوي بس. بسم الله، شفتوا الحين اشتغل الجهاز صح؟ ها قدامكم الحين راح الكهرب يا ولد. ها ما في كهرب الحين، الحين خلاص راح. هذا الطريقة، بس تحتاج بس هذا، تلقى عند أي كهربائي أو محل سباكة وزي كذا. شكراً.